مساء الخير، سامح يوسف، 32 سنة، متزوج وعندي طفلة 3 سنين. أهلا بحضرتك يا فندم، كنت عايز أعرف من حضرتك الفكرة بتاعتك. والله الفكرة جات لي من أيام الكورونا، الدنيا كانت واقفة والشغل كان واقف. أنا أصلا ده شغلي وده مجالي، أنا كافيهات ومطاعم. انا كنت شغال في كافيه وشغال في مطعم في اسكندريه، فبرضو الكورونا وقفت كل حاجه، قعدت فتره من غير شغل، كان عندي عربيه فحبيت ان انا استغل الموضوع، يعني استغل العربيه اعمل فيها اي موضوع، اي حاجه تدخل لي مصدر رزق يعني. الحمد لله فكرت وصممت المشروع دوت. تصميم المشروع الجاز زي ما حضرتك كده، دي باريستا تمام، دي اللي بقى بعمل عليها شغلي كله، كل حاجه، واخد حوض، والحوض ده عامل له موتور ميه بجهاز صرف، بخزان ميه جوه، مظبط كل حاجه على قد امكانياتي وعلى قد اللي انا عرفته برضو يعني. ايه بقى بدات المشروع ده من امتى؟ بدأه من حوالي شهرين. عليها ولا كان في تشجيع من الناس على الموضوع؟ لا بصراحه هو كان في تشجيع من الناس، يعني انا كنت بشوف ناس كتير بتشجعني حتى وهي معديه، يعني اللي يقول لي الله ينور ربنا يرزقك، بلاقي الناس بتدعي لي من قلبها بصراحه، فدي كانت حاجه بتبسطني. عايز اعرف بقى المشاريب اللي عند حضرتك اللي بتعملها ايه، عباره عن ايه؟ انا بعمل كل حاجه، بعمل نسكافيه، كابتشينو، قهوه بندق، قهوه كراميل، قهوه نوتيلا، كل حاجه، اي مشروب سخن عندي. الاسعار بقى بتبقى عامله ازاي؟ في متناول الجميع، انا برضو يعني عامل حساب ان انا يعني بدفع كهرباء، يعني انا بدفع كهرباء بس. تمام، فانا اسعاري غير اسعار الكافيه. بتوصل كهرباء اعمل ممارسه، اعمل ممارسه الكهرباء في شركه الكهرباء وبدفع لهم وصل كل شهر. فكره بقى ان حضرتك تعمل، انا اول مره اشوف ان في حوض معمول في عربيه، تصميمه جاهز ازاي؟ طيب حاجه جديده، ما هو زي ما بيقولوا الحاجه ام الاختراع. فانا مش هينفع يبقى كافيه واعمل مشروبات وانا ما عنديش حوض، او مش هعمل حاجه تبقى شكلها مش ظريف، او حاجه تنقل الامراض، او فهماني يعني. احنا في وقت اصلا الامراض كلها منتشره. شايف حضرتك فعلا متابع الكوبايات اللي هو تيكاوي، كوبايات تيكاوي كلها. بس تصريف الميه بقى بتاع الحوض، اعمل له نظام صرف تحت وبيخلص وبفضيه. نصيحة للشباب، يعني انا شايفه ان حضرتك مجتهد، ما اعتمدتش ان ظروف كورونا كانت على الكل، بس حضرتك يعني اجتهدت وعملت طريقه مبتكره مختلفه عن اي حد. بصي والله بصي، هو يعني هو ربنا مع الواحد قبل اي حاجه، فانت يعني الواحد بس يفكر ويشوف هو عايز يعمل ايه وهيعمل، يعني نسعى وربنا مع الواحد وهو بيسعى. طب قبل المشروع كنت بتشتغل ايه في الفتره اللي فيها كورونا؟ كنت شغال ايه؟ طيب صدقيني كنت قاعد، كنت بحاول اشتغل اي حاجه وما كانش فيه. يعني انا كنت بحاول ان انا الاقي مصدر رزق، ما لقيتش، عشان اصلا البلد كلها كانت واقفه. على العالم كله، جائحه كورونا على كله مش عارف. بالظبط طب ايه الفتره الجايه مثلا تحاول تطور من المشروع او حاول؟ يعني ان شاء الله الخطه المره الجايه ان انا يعني احاول ادخل فيها السائع بقى، يعني في جبت مايكرويف دلوقتي، هعمل ام علي ان شاء الله، يعني الايام ديت ايام ام علي، وان شاء الله على دخله الصيف من ثلاجه صغيره ابتدي ادخل عصاير سائع. بصي هو اعلى تكلفه في المشروع اولا العربيه، تاني حاجه المكنه، يعني المكنه الباريستا تمام، دول اعلى تكلفه في الموضوع. غير كده كله في متناول ايدينا. ايه انا شايف ان العربيه كمان بس مش مشروع تكوين، لا ده انت حضرتك كمان بتستخدمها للمشاوير وحاجات تانية. هي عربيتي انا، باجي بقف بيها وبروح بيها. انت شغلك من الساعه كام؟ يعني باجي من الساعه 3 للساعه 2 بالليل تقريبا. الاخوان عندك عامل ازاي؟ الشباب ولا شباب؟ طبعا والحمد لله، يعني خلاص الناس اللي فهمت ايه دوت بقت بتيجي. في ناس تانية مش عارفه انا بعمل ايه، فمجرد ما هم بيعرفوا بيجوا لي تاني، يعني الحمد لله. الزبائن بتجي لك؟ يعني الحمد لله.